اسمحوا لي بهذه اليوم الجميل أن أحييكم فردا فردا، وأن أشكر أخوتنا في حركة تحرير الوطن الفلسطيني على هذه المبادرة. هذا يأتي من إقليم حركة فتح في طول كرم وأمين سرها، والحقيقة بمشاركة البلدية ومشاركة المحافظة واللجان العمل الاجتماعي في المحافظة من أجل تكريم هؤلاء الفئة الأكثر احتياجا لهذا التكريم، وهي الفئة الأكثر عملا في وسط المجتمع المحلي، وبالتالي هذا إنما عن شيء فإنما يدل على مدى التضامن المجتمعي في هذا ونسيجه في هذا المجتمع الفلسطيني، ومدى اهتمام القيادة السياسية في جميع أطياف وعناصر هذا الشعب سواء كانت ضعيفة أم قوية أو خلافه. وهذا إنجاز، وحقيقة ليس فقط بإنجاز وإنما هو هدف يتخذه إخواننا في الإقليم من أجل تعزيز هذا التواصل المجتمعي بين عموم فئات الشعب الفلسطيني في داخل ليس فقط المحافظة وإنما في عموم الوطن الفلسطيني. عمال النظافة في بلدية طول كرم هم الأهم في هذا المجتمع، لأنهم يخرجون من ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات المساء المتأخرة ليخرجوا هذه البلدة بأفضل شكل لها، بلدة متميزة، بلدة نظيفة. وبالتالي حركة فتح قامت باستهداف هذه الفئة لأنها تبحث عن قوت أطفالها بعرق جبينها، لأنها أخرجت هذه البلد بلد نظيف ومتميز ومميز بفضل جهود هذه الفئة، وذلك تكريما لهم وجزء من الوفاء الذي يجب أن يعطى لهذه الفئة في هذه البلد.